ومؤخرا يعني اعلنت على واحد الاستراتيجيه والاستاذ ديال يعني الاستراتيجيه الجديده للمجلس الوطني لحقوق الانسان ابرزتم فيها فعاليه حقوق الانسان. يعني هل تقصد هذه الفعاليه على التنصيص يعني كما هو في الدستور وفي القوانين ام تقصدون بها امورا اخرى يعني هذه الاستراتيجيه؟ لا في المجلس اعتبرنا بانه حنايا درنا واحد العدد ديال المكتسبات وهي اللي كتجعل التقييم ديال حقوق الانسان نقولوا ملتبس، ان من ناحيه القوانين ومن ناحيه ديال التشريعات تقدمنا بشكل مهم جدا لا ما يمكنش الواحد ينكره، لكن كيف اعمال وتفعيل هذا القانون في الواقع وبانه المواطن لما خصو يمشي المستشفى يدخل المستشفى، لما يكون خصو يعمل التعليم خصو يكون عنده كذلك بلاصتو في التعليم، ما يكونش الهدر المدرسي يكون عنده. إذن الفعلية ديال حقوق الإنسان هي الجانب القانوني أساسي، لكن ما هو غير قانوني بمعنى أنه مجتمعيا كيف يتم نقولوا كيفاش كيحسوا الناس أن هل هناك حقوق أم لا أو الحريات. فاقتصاديا شنو هما المبادرات الممكنة لكل المواطنين عندهم المبادرة الاقتصادية، شنو هما الإمكانيات للامتحان. ثقافيا واش كل شيء عنده الإمكانيات باش يكون عنده باش يعبر سواء إنسان سواء كمجموعات يعبروا عن ثقافتهم عن فرحهم عن أحزانهم عن 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 إلى غير ذلك. بيئيا كيف يتم تدبير البيئة للاستدامة الحقوق. إذا نحن في نقولوا في مرحلة كانوا واحد العدد ديال الزملاء في مجال حقوق الإنسان كيقول لك خصنا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأنه تقدمنا في المدنية. إذا الفكرة اللي جبناها في المجلس الوطني هو أنه حنا جمعناهم ما بين جوج، كنتبعوا القانون ولكن في نفس الوقت الحقوق الاقتصادية، وهذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ممكن تكون كذلك إلا وإذا كانت القوانين كتسمح للو كتضمنها. إذا هذا هو نقولوا الميزان ديال فعلية الحقوق. وبالتالي اليوم حين كنطرحوا الفعلية ديال الحقوق ما كنطرحوهاش على مستوى ديال نقولوا التلبية ديال الحاجيات، مثلا هذا الحي خصو مستوصف، هذا الحي فيه الآن 10,000 الناس، لكن وإذا عملناه بالفكرة ديال بأنه هذا حق ديال الناس باش يكون عندهم مستوصف باش يكون عندهم الصحة قريبة ليهم ويمشيوا يداووا، خصنا نشوفوا بالمنطق شنو هما الناس اللي ساكنين في الـ في الـ في داك في داك في داك الحي او داك القرية او داك المدينة الصغيرة، يعني خصنا مستوصف، شنو شكون هما، واش عندنا نساء بزاف، شنو هما الامراض اللي عندنا، وشنو هما الامكانيات باش يجيو يوصلوا عندك المستوصف، واش كل شيء نساء كيمكن لهم يجيو، واش كلهم البنات الفتيات كيمكن لهم يجيو للسبيطار، واش اذا كان عندنا مهاجرين تما واش كذلك كيستافدوا. اذا الفعليه ديال حقوق الانسان خصنا ناخذوها كذلك كحق، معنى انه لما نعمل استراتيجيه السياسه العموميه ديال سنتقبل يعني هذه فعليه حقوق الانسان كحق، ونحن نعلم بان هذه الحقوق تصرف يعني كبرامج ماليه في القانون المالي. لما نتصفح القانون المالي الحالي يعني الذي سيدخل حيز التنفيذ عما قريب 2022 نجد بان واحد الشح يعني حكومي في توفير يعني الحق في الصحه، في توفير الحق في التعليم الى اخره. اذا كيف نوفق ما بين هذا المطلب ديال فعاليه الحقوق وما بين ان الحكومه لا تبرمج باعتمادات لتمكين المغاربه من المستشفيات في المستوى ومن المدارس في المستوى، كيف؟ لا طبيعه الحل هناك طبيعه الحل غادي نقولوا ديما بانه غادي يبقى لنا عندنا اشكال ديال الموارد الماليه ولا سوء توزيع الموارد الماليه. تمام. مثلا خلال المتابعه ديالنا لحق الصحه شنو هو الاشكال نقولوا الاساسي اللي جبرنا؟ وانه هناك موارد ماشي كافيه اساسي، لكن الموارد الماليه اللي كاينه لا يتم تدبيرها بشكل ديال ضمن الحكامه اللي باش يمكن لها تعطينا الاثر على الحق في الصحه والولوج الى الحق في الصحه، الى جانب الموارد البشريه كيف يتم تدبيرها؟ كيف يتم توزيعها؟ كيف يتم كذلك تطوير ديال لا كارير ديال المسار المهني ديالها؟ اذا هناك واحد الاشكالات اللي خصنا ندبروها بموارد ماليه حاليه كيمكننا ننجحوا
في تطوير مثلا الولوج الى الحق في الصحه. وهذا هي التقرير اللي غادي نشروه في بدايه شهر فبراير المقبل. اذا هذا التدبير ديال الموارد الماليه عندنا فيه اشكال. ما كنقولش بانه هناك افلاس او لا هناك عدم الحكمه، لا، كنقول التدبير ما كندبروش نقولوا غادي نعملوا 10 دراهم هنايا، خص داك 10 دراهم تمكن لي ديال داك السيد حين يجي له ان السبيطار يبقى ساعه، يبقى جوج سوايع، يبقى ثلاثه، ولكن خصو يدخل يعمل لا فيزيت ديالو وياخذ الدواء ديالو ويمشي في حاله. اذا هو هذا واحد مزيان اللي طرحتي هذه النقطه، لان واحد الالتباس موجود عند واحد العدد كبير ديال المغاربه هو ان المجلس الوطني لحقوق الانسان ماشي جمعيه مدنيه، تمام، ماشي اداره تابعه للحكومه، ولكن في نفس الوقت هو ضمير المجتمع لتمكينه من الولوج الى النادي الحقوقي الكوني، ولكن في نفس الوقت يعني ما عندوش اليد على البرامج التنمويه والبرامج الماليه ديال الحكومه. واش ما كاينش شي جسر بينكم وبين الحكومه باش هذوك المطالب وهذه المشاريع يعني تلقى الاجراء ديالها في النصوص وفي البرامج الماليه وفي القوانين الماليه الى اخره؟ لا، بطبيعه الحال حنايا ما نسميه بمؤسسه وطنيه لحقوق الانسان. مؤسسات الوطنيه حقوق الانسان هو جاء قرار ديال الجمعيه العامه ديال الامم المتحده باش يكون هناك واحد الاليه تساند الحكومه، تساند البرلمان أولا رئاسه الدوله في عدد من الدول باش كتكون حقوق الانسان حاضره في القرارات السياسيه بما فيها السياسه والمدنيه، اقتصاديه، اجتماعيه، ثقافيه وديه. اذا هذا هو نقولوا المجال ديال التدخل ديالنا. اذا نحن لسنا جهاز تنفيذي. وهاد العمليه اللي جات في التسعينات، في 85، في التسعينات عطات لها واحد اولا في 93 عطات لها واحد نقولوا عملت لها واحد المبادئ ما نسميها بمبادئ باريس اللي عطاتها الاستقلاليه باش يمكن لها تكون قويه في ترافعها في مقترحاتها مع التنفيذ، كخصها تكون مستقله. هي الوضع الحالي ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان. شنو هو الدور ديالنا؟ الدور ديالنا هي اولا مساءله الحكومه فيما يخص حماية حقوق الإنسان. ثانيا هو أنه نتقدم بمقترحات وتوصيات في مثلا مراجعة التشريعات، في ملائمتها، في إلغاء عدد منها إذا كانت تمس بحقوق الإنسان. ثالثا، الرابعة هي أنه كيف يتم التدبير ديال حقوق الإنسان في أن على أن يتمكن الناس من الاستفادة من حقوقهم ديالهم ومن الحرية ديالهم. إذا عندنا أربعة ديال الحوايج اللي كنعملوهم كيفاش كنعملوهم؟ كنعملو إما عن طريق التقرير، لأن هذه هي المهمة ديالنا. فهاد نقولوا بحال اللي قلتي ذاك الضمير اللي كيسأل واللي كينبه واللي كيدق جرس المنبه أولا كيقول هذه مزيانة خصها تمشي هكذا. إذا حنايا في هاد الوضعية وهذه هو الدور ديالنا. من غير هادشي ما كيمكنناش نكونوا في وضع لا حكومي لا تنفيذي ولا برلماني ولا ديال الجمعيات الغير حكوميه. في المنطق ديال حقوق الانسان كاين ثلاثه ديال الناس اللي مكلفين اولا كنقولوا اللي كيتعاملوا بحقوق الانسان ولا كيقدموا التقارير. شنو هي؟ الحكومه تقدم تقاريرها الدوريه للاليات الدوليه لمختلف اللجان اولا للمجلس الدولي لحقوق الانسان. المؤسسات الوطنية المستقلة اللي هي كنسميوها صفة ألف بحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو للجمعيات، هادو هما اللي نقولوا التقارير اللي كيكون عندها الأثر وعندها التفاعل معها وعندها الدور ديالها في إثارة القضايا. من غير ذلك ما كيمكنلكش تعمل شي تقارير أخرى. هادي الأولى. الثانية هو أنه الحكومة عندها مسؤولية واضحة. شنو هي؟ الحماية. ما معنى الحماية عند الحكومة؟ حماية عند الحكومة هي أنه كتعمل أولا الآليات باش كتحمي الناس، ثانيا القوانين، ثالثا كتعمل التوصيات اللي كتجي عن طريق التقارير ديالها في الأمم المتحدة اللي تفهم معهم. باش كنقولوا حنايا مثلا عندنا الاعتقال الاحتياطي، إيوا الاعتقال الاحتياطي عندنا بزاف. إذا شنو هما لي بين ألتيرنيف؟ مثلا كنشوف واحد العدد ديال التوصيات فيما يخص المسطره الجنائيه ديال البلاد
أو لا القانون الجنائي فيما يخص قضايا النساء، فيما يخص إذن كدخول للحماية ديالها في تفعيل هذا الشيء، إلى جانب أن هناك توصيات بما فيها التوصيات ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان كخصها تكون عندها الأهمية ديالها. كيفاش حنا بديناها؟ بدينا مع الرئيس مثلا أول مرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرح مقترحات وتوصيات لرئيس الحكومة، بدأ المنضى دياله، قلنا له حنايا خلال هذا المنضى ها كيفاش كنشوفوا بأن الحكومة خصها تشتغل فيما يخص فعالية حقوق الإنسان والتعزيز ديال فعالية حقوق الإنسان، وجبنا له في القضايا اللي كنعتبروها هامة جدا. المنطق الثاني ديال 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 الحكومة فيما يجول مازال حقوق الإنسان هو الاحترام، خصها تضمن الناس حقوق الإنسان الحقوق ديالهم، خصها تضمن لهم، كتضمن لهم تشريعيا، كتضمن لهم صحيا، كتضمن لهم في الحقوق ديالهم، خصها تضمن التعليم، تضمن الصحة، ضمن حرية التعبير، التجمع، إذن هذه كتضمن. الموضوع الثالث والأساسي عند الحكومة هو الإنجاز، رياليزي. الحكومة الوحيدة اللي كتغياليزي، ما كيغياليزي حتى شي واحد آخر، لا حنايا ولا الجمعيات. إذن وإذا كبات الحكومة على هاد القضايا، هناك واحد العدد ديال الالتباسات غادي نتجاوزهم، هناك واحد العدد ديال التأخرات غادي 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 نتجاوزوهم ونتفاداوهم، واحد العدد ديال الفرص الضائعة ما تبقاش عندنا. أظن بأنه نحن اليوم مع هاد الحكومة في هاد المنظور هذا، في هاد الإطار وفي هاد المفهوم. إذن معنى أن مرتاح تقريبا يعني لهذا الوضع الحكومي الحالي، يعني هل تعتبر أنها عدو لحقوق الإنسان أم مساند لحقوق الإنسان الحكومة الحالية؟ أنا لا كنقول لا عدو ولا مساند، أنا كنقول بأن هذه الحكومة أنا أعطيتها واحد التوصيات خصها تفعل لي معاهم، تقول لي هذه غنديرهم هذا العام، هادو غادي نديرهم هذا العامين، هادو ما غادي نديرهمش لأنه ما متفقاش معاك، وهادو خصهم الفلوس الآن ما عنديش الفلوس إلى غير ذلك. ولكن أنت قريبة الشوميني، أنت قريبة الشوميني، يعني واش الحدس ديالك يوحي بأن الحكومة ستتفاعل إيجابا مع هذه التوصيات اللي رفعتيها اليوم باسم المجلس الوطني، أم على العكس؟ أما على عكس سلك الحكومة كما سلكت الحكومة السابقة؟ لحد الآن الآلية الحكومية المعنية بهذا الموضوع لم خدتش الإشارة القوية في هذا الموضوع. طبيعة الحال ممكن أن لما خلال اللقاء ديالي مع رئيس الحكومة هذه مدة يعني عبر بكل يعني الاستعداد ديالو متابعة التوصيات، لكن الآلية الحكومية المعنية لم تتفاعل في الوقت إلى حد الآن بهذا. ليش أستاذ؟ أنا نستنى من هنا 2022 وتكون شي حاجة جديدة. على كل إنسان نكون وإحنا نوقفوا على شغلتنا، فحال وقفنا في تزمرت نوقفوا على هذه. كاين واحد المسألة أخرى هي تثير يعني تساؤلات عند العديد من المتتبعين الوضع الحقوقي في المغرب، الا وهو الوضع ديال حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه. يعني كيفاش كتفاعلوا نتوما مع هذا الوضع ديال حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه؟ واش نتوما من المناصرين ديال انه يتصيب جوج تقارير، واحد ديال يعني باقي التراب الوطني وتقرير اخر خاص بالاقاليم الجنوبيه، ام على العكس انتم من المساندين ديال تقرير واحد من طنجه الى الجويره؟ طبعا ما اظنش بانه واش حنا مساندين ولا ما، انا اظن بانه هناك واحد المنطق كي 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 كيأسس حقوق الإنسان. هل لأنه شنو خصنا نعطيه في التقارير ديالنا في حقوق الإنسان؟ واش المنظومة الحقوقية أو المنظومة التشريعية تطبق؟ واش الحقوق تحترم؟ وإذا ما كانتش كتحترم فين ما كتحترمش؟ وشنو ما الحالات اللي هما ما تحرمتش فيهم؟ إذا هذا هو المنطق. إذا واش بعد عنا تشريعات ضرورية باش نعملو باش نحترمو الحقوق؟ واش عندنا إشكالات في ضمان حقوق الإنسان؟ إذا خصنا نجيبوهم. منين غنجيبوهم؟ غنجيبوهم من الحالات. هذا وقع، هذا وقع، هذا وقع، هذا وقع. إذا ما كيمكنش نجزأ التقرير فيما يخص وضعية حقوق الإنسان. علاش؟ لأنه أنا كنحاسب سلطة واحدة وليست سلطتين، كاين سلطة واحدة ديال هي الحكومة الواحدة، كاين عندنا حكومة واحدة هي اللي كنسألها فيما وسلطات عمومية واحدة. إذا ما كيمكنليش نسأل هنايا بواحد الشكل وهنا كنسأل بنفس المنطق، إذا ما يمكنليش نقسمهم. هذه من جهة. من جهة ثانية هو أنه حنايا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان حنايا نقولوا الآلية ماشي الآلية المستقلة لرصد وضعية حقوق الإنسان.
كيفاش كنتعاملوا حنايا في الصحراء؟ كنتعاملوا بحال اللي كنتعاملوا في اي منطقه اخرى. عندنا تجمهر، كنشوفوا واش كاين هناك تجمهر، واش كاين هناك استعمال العنف، واش هناك حين استعمال العنف واش كان غير متناسب، واش كان هناك اعتقالات، واش كان داك الاعتقالات مؤسسه عند مشروعه ولا ماشي مشروعه، الى غير ذلك من الاشكالات. هل هناك استعمال العنف؟ واش استعمال العنف هو اللي نقولوا فرض التدخل ديال السلطات، او لا السلطات منعت غير هكاك؟ كنجيبوا هادشي في التقارير ديالنا، بحال اللي كنجيبوها في العيون، بحال اللي كنجيبوها في الرباط، في ضربات راه الدارس. وفي الرباط كيكون احيانا اشكالات اكبر بكثير من منطقه، او لا مثلا في الدار البيضاء، او لا في تطوان، او لا في طنجه، ولا في يعني كل المناطق ديال المغرب وحده. لان كنسائل سلطه وحده كنقول لها انت في هذا الموضوع ما كانش خصك تدخل بالعنف. لانه القانون ديال البلاد والقواعد ديال التدخل ديال لي لفض التجمهر او الاحتجاج راه واحد هو. ماشي انا كندير حاجه وهنا كندير حاجه. غناخذ اللي سمحت لي استاذ قاطعتك، يعني المقام اللي يسمح بسرد كل الحالات، ناخذ هنا حاله واحده الان اللي هي محط نقاش ديال السلطه الاخايا في الاقاليم الجنوبيه. يعني شنو موقف المجلس الوطني من هذه القضيه ديال السلطه الاخايا المسانده لجبهه البوليزاريو؟ لا احنا كنتعاملوا، غنكمل لك على التقارير اولا، الى جانب ان احنا المجلس الوطني التقرير اللي كنديروا على منطقه الجنوب هو التقرير الذي نقدمه للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان. لماذا؟ كل كنقدموا تقرير مرحلي، كل ثلاثه اشهر كنقدموا واحد التقرير على الوضعيه حقوق الانسان في كآليه مستقله للرصد حقوق الانسان، واللي هو من بعد يتم استعماله في التقرير الاولى التقرير ديال السنوي فيما يخص ديال الامين العام ديال الامم المتحده. كنعطوا له هذا التقرير لانه نحن مطالبين في اطار نقولوا المهام ديال مجلس الامن في صياغه القرار ديالو السنوي بخصوص اقاليمنا الجنوبيه. فاذا هذا هو التقرير اللي كنحطوه عند المفوضيه الساميه الخاص بالمناطق. ولما كنعملوا شنو شفنا، شنو ما شفناش، شنو عملنا، شنو فين وصلنا، اللي خصو يمشي المحكمه، اللي خصو يمشي للطبيب، اللي خصو احيانا كتكون اشكالات حتى ديال التعاون الوطني، مثلا الكرطيه ديال التعاون الوطني راه كيكون هو كيكون فيها احتجاجات. اذا هاد الاشكالات هذه كلها كنجيبوهم. الثقافه واش كاين الناس كيعملوا الثقافه ديالهم، واش الدراري كيمشيو للمدرسه، واش كاين هناك افلام، واش هناك مهرجانات، واش حياه عاديه جدا ديال الناس، واش كاين هذه الحياه العاديه او لا هناك حياه غير عاديه. لحد الان الرصد ديالنا بان حياه عاديه. اذا نحن لسنا بحاجه الى تقرير خاص بهذا بالنسبه للوكا ديال السلطه الاخيه. بالنسبه للسلطان اول، السيده سلطان اخيه بالنسبه لنا هي مواطنه مغربيه في المجلس الوطني، لا نتعامل مع المواطنين المغاربه الذين لهم اراء سياسيه غير مغربيه الصحراء على ان على اساس انهم غير مشمولين بالحمايه. هما مشمولين بالحمايه مواطنين مغاربه، حتى اذا لم يكونوا مواطنين مغاربه مشمولين. لكن سلطان اخي مواطنه مغربيه، عندها الباسبور مغربي، كتسافر بالباسبور الخضر ديالنا بحال اللي يعني بالمسائل ديالها. ثانيا عندها لما سلطانه السيده سلطان اخي عندنا جوج ديال، اولا تبعنا الوضعيه ديالها ديما، كنا عملنا نشرنا بلاغ صحفي في الوقت اللي قالت بانها تعرضت، ومشاو الناس ديال اللجنه الجهويه زاروها وحكات لهم شنو واقع، وعملنا بيان وطلبنا بفتح تحقيق بخصوص الادعاءات التي تقدمت بها. بعد ذلك رفضت ان تكون مشموله بالتحقيق، وبقيت بعد ذلك كل فتره من الفترات كتعمل نفس. وبالتالي هذا الاعاده ديال هذا كل مره كتعاود نفس الشيء، نتابعها وسنسجلها في التقرير السنوي. واخبرنا بخصوص وضعيتها كل الجهات الرسميه بما فيها الدبلوماسيه، بما فيها المنظمه الدوليه، بما فيها المفوضيه الساميه لحقوق الانسان، بما فيها البرلمان الاوروبي الى غير ذلك. اذا كل من سالنا بخصوص
المعلومات ديالنا كنعطيهم بكل شفافيه ونقتسمها مع الجميع بكل شفافيه، لان هذه هذا هو الدور ديالنا. اذا مثلا سجلنا مثلا سلطه نخيه وراه عندنا في التقرير مثلا ديال الانتخابات بانها مثلا مشات كتستفز واحد المجموعه ديال المواطنين اللي كانوا في بوجدور كيعملوا الحمله الانتخابيه مثلا ودارت اشكالات كبيره. ولكن غادي نقاطعك يعني على مستوى القانون المقارن، يعني غناخذ واحد المواطن ولا مواطنه فرنسيه، واش يمكن مثلا يجي يرفع شعار ديال استقلال ولا انفصال الزاس على فرنسا، ولا مواطن في الدنمارك استقلال كوبنهاغن على الدنمارك، ولا لست ادري واحد في ميلانو يجي يقول لك استقلال ميلانو على ايطاليا، هل يحق للمؤسسات الوطنيه المماثله لكم يعني في فرنسا وفي ايطاليا وفي الدنمارك ان تشمل ذاك الشخص بالحمايه؟ كيف تمام. كيف انتم هنا في المغرب تشملون اناس ينادون بانفصال جزء من التراب الوطني انا الى حدود ما هو الفرق يعني الحدود ما بين الحق في التعبير والحق في المسي بالوحده الترابيه؟ بالنسبه لي ان الحق في التعبير اذا لم يكن مرافقا بالعنف وبنقولوا بالتحريض على الكراهيه وبالتحريض على التمييز هو راي ولا يمكن الا حمايته. واش واحد الراي ولا جوج ولا عشرة عندهم هذا الراي واش يخلقون مشكل بالنسبه لنقولوا المنطق المجتمعي؟ انا لا اظن ولا اعطي هذه الاهميه. هادو ناس عدد قليل جدا عندهم هذا الراي هذا. احنا كنشوف واحد العدد منهم كانوا كذلك ناشطين في واحد الفتره فترت نشاطهم لانه وصلوا الحيط. لان ما كنقولش وصلوا الحيط، با يمكن عندهم الراي يمكن غيروا الراي يمكن الراي ديالهم رجع نسبي. اذا هذا نحن في تدبيري واحد الخلاف اقليمي عنده هذه التداعيات، لابد ان ندير هذه التداعيات ديال الخلاف الاقليمي ضمن اختيارنا واضح واختيار الدوله واضح، وانه اختيار ديال حقوق الانسان. وبالتالي لا كسؤال اخير استاذ، هو انه مؤخرا يعني اصدر قانون خاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومع هذا الاصدار يعني تنور واحد النقاش حول يعني الاختصاصات الحصريه ديال مجلس حقوق الانسان خاصه على مستوى الحمايه. يعني كيفاش يمكن لك تقربي يعني المشاهدين لانفسكم وليس القراء ديال اسبوعيات الوطن الان من هذا الاختصاص الحصري ديال الحمايه؟ اولا بطبيعه الحال بحال اللي قلت الدوله عندها المنطق ديال الحمايه، لكن مؤسسه وطنيه عندها كذلك الحمايه. كيف توضحي؟ انا نوضح. المواطن لما كيتعرض لانتهاك عنده جوج ديال نقولوا ديال الوسيلات باش يمشي، اما كيمشي للقضاء وهي اليه قضائيه. نعم. اليه الانتصاف القضائي. اولا كيمشي لمؤسسه وطنيه اللي هي اليه غير قضائيه للانتصاف. نحن تلك الاليه ديال غير الاليه القضاء ديال الانتصاف الغير القضائيه، بمعنى انه لم اولا كندخلوا حنا مباشره لما كنشوفوا الانتهاكات حقوق الانسان كندخلوا مباشره. كيفاش كندخلوا اما كنعملوا التحري، اما كنشوفوا ذاك السيد، اما كنشوفوا الوقائع كيفاش دارت، وكنقولوا هذا السيد ضربوه في التجمهر راه عنده مواكبه ديالو، هذا السيد مشى للسبيطار وما خلاوهش يدخل السبيطار، ومع لانه اما كان في وضعيه واما ذاك البنيه ما استقبلتوش الى غيره. اذا عندنا هاد الاشكاليات كندور فيهم. هاد الحمايه المنطق ديال هاد الحمايه هذه مواطن ما كيمكنلوش يمشي يتشكى عند الحكومه وهي اللي هي السبب قليل اللي غادي يمشي لاسباب، لكن غالبا اما كيجيو الاليه بحال ديال اما كيمشيو للقضاء واما كيجيو الاليه بحال هذه، اولا كيمشيو يخبروا الجمعيات كذلك كتشتغل وكتعمل عمل جيد كيف ما كانت مذاهبها وارائها. هذه الجمعيات لابد ان نعطيها مكانتها في مجال حقوق الانسان. فاذا حنايا في هذا الوضع هذا ما كيمكنش مثلا في الحمايه لا يمكن للمجلس ان يكون طرفا في اي تنسيق حكومي فيما يخص الحمايه. لماذا؟ لانه مجال الحمايه ما فيهش توافق،
فيه اما كاين واما ما كاينش. اما كنضبط بانه ما يمكن ليش ينضبط، يمكن لي نطلب معلومات، يمكن لي نقول داك الطرف الحكومي بانه واش درتي هذه ولا ما درتيش هذه، نسولو ونتحاور معاه، لكن ما يمكن ليش نتوافق معاه فيما يخص انتك. كدبروا انتما كمجلس كيفاش كدبروا يعني الامور ديال الحمايه مع شركائكم الحكوميين؟ حنا كيفاش كنضبط؟ لما كتجينا الشكايه اولا كتجينا اولا كنعرفوا انتهاك ديال حقوق الانسان، اش كنديروا؟ كنشوفوا بعدا فين وقعت، فوقاش وقعت، وشنو كان، كنجمعوا المعلومات. لما كنجمعوا هذه المعلومات كتقول طيب هادو شكون المسؤول الحكومي على هذا الوضع؟ كتسائل المسؤول الحكومي. المسؤول الحكومي خصو يجاوبني اما بيه واما بلا واما ما طراش واولا طرا بهذا الشكل ماشي بهذا الشكل اولا اولا اولا. لكن ما كيمكنليش نكون انا في واحد الطرف يعني في واحد المجمع اللي فيه الحكومه فين نقول له لا انت ما درتيش، لا كيخصو، لان كل واحد عنده اختصاص ديالو. لان لما كانت هناك مثلا القضيه ديال الاعتداء الجنسي اللي كان في المركز الاجتماعي ديال طنجه، كان هناك اعتداءات جنسيه من طرف المشرفين على المركز. ما كانش بامكاني نمشي نخدم مع طلبت المعلومات من عند المعنيين بما فيها الوزاره ديال التضامن. حنا عملنا لافيستيغاسيون، حنا شنو عملنا؟ حنا عملنا تحقيق، مشينا تلقينا مع الاطفال اللي هما اللي كانوا كيقولوا بانهم تعرضوا للاعتداءات، مشينا جمعنا معلومات من جهات اخرى في التدبير، في الناس اللي هما كاينين تما، في بعض الشهود الى غير ذلك. شنو صنعتنا القناعه؟ صنعتنا القناعه بانه هاد الاطفال تعرضوا الى اعتداء جنسي من طرف مشرفين على المركز، فيهم جوج ديال الاسبان وفيهم مغاربه كذلك. اذا هذا المنطق ديالي مباشره حلت هذا التقرير وهذا التوصيه، حلت على النيابه العامه باش تفتح تحقيق قضائي ان هناك اعتداء جنسي على اطفال. اذا ما كانش بامكاني نسق مع النيابه العامه او نسق مع الوزاره المعنيه او نسق مع الجهاز الحكومي المعني باش نوصل لهذا الخلاص. كخصني ندير بوحدي باش انا كنعمل القناعه ديالي وكنقول له او دير هنايا، خصك هنايا فين اشكال وهنايا اشكال وهنايا اشكال. اذا في مجال الحمايه هو عمل مستقل للمجلس الوطني لحقوق الانسان باش ما كيكونش فيه التوافقات نقولوا الممكنه. نعم ما كنسقوش، كنتبادلوا عمل محصور مستقل. انا عندي هذه الحاله وعندي هذه المعلومات، كنعطيك هذه المعلومات وكنقول لك واش هذا الشيء عندك صحيح ولا ما صحيح، جاوبتيني مزيان ما جاوبتينيش كنعمل الخطوه الاخرى، اما القضاء واما البلاغ الصحفي واما اعلان الراي واما 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 واحد العدد ديال الادوات اللي عندي. لكن ما كيمكنليش نتوافق معك وننسق معك في حاله في الحمايه ابدا. في النهوض متفقين، النهوض يمكن نعملوا العمليات اللي بغيتي، ان فيها التحسيس العمومي انت كتعطيه وانا كنعطيه وانا كنقول هذا، ولكن ضمنها كتكون في واحد الاطار. اذا هذا هو الفرق ما بيننا ما بين الاليه ديالنا. وعطفا على ما قلتي وساختم بذلك، وكنشكرك استاذه، وكنتمنى يعني انه اذا لم تتوافقي مع الحكومه في اختصاصك امل ان تتوافقي معنا كانفاس بريس ومع باقي الصحافه المغربيه في يعني تحويل هذا اللقاء الصحفي الى تقليد سنوي على اساس درست يعني واحد يعني المسار الحقوقي ديال المغرب في سنه. ومره اخرى كنشكرك استاذ على الوقت مرحبا الذي خصصتيه لنا. لا مرحبا، بارك الله فيك. مرحبا، شكرا جزيلا سيد اريد.